مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة خاصة على المغرب والجزائر وعن طبيعة العلاقات اللي كتجمع بين هاد الشعبين الشقيقين واللي اختفت الأضواء خلال فعاليات كأس إفريقيا الأمم، خاصة بعد ما قررنا الشعب الجزائري والشعب المغربي أننا نشجع المنتخبين بطريقة مشتركة. وعلى الرغم من متانة هذه العلاقات بين الشعبين إلا أنه سياسيا ما زال هناك جمود وفتور في العلاقات بين البلدين. احنا رحنا للشارعين الجزائري والمغربي باش نشوفوا رأيهم في هذه العلاقات. خلونا نشوف. كنت في المغرب وعرضوني عائلة المنازل وكليت عندهم وما كان حتى مشكل، والحمد لله المغاربة والجزائريين خاوة خاوة. الجزائر والمغرب من زمان زمان ديما مزيانين ديما مزيانين، ولكن تيكون الشيطان شي مرة كيدخل في بنادم أخوت راه في الإسلام ولا في الجورة ولا في كل شيء، هذه ما حيداتش حتى شي حد إلا الله سبحانه وتعالى. خص المغاربة والجزائريين يعرفوا هذا الشيء. ما فيش مشاكل وحنا كامل خاوة خاوة مع بعضنا. كوتي سياسة خليوها كوتي، خاطر حنايا ما ندخلوش روحتينا في سياسة، حنا شعوب خاوة خاوة. هما أمازيغ حنايا أمازيغ، وحنا عارفين يعني شمال إفريقيا يعني كل الأصل ديالها يعني أمازيغ. ما كاين حتى مشكل، هما خاوتنا وحنا خاوتهم. الشعب كاع خاوة، الحكام اللي راهم ماشي متفاهمين، حنا متفاهمين، حنا خاوة. كتجمعهم لغة واحدة، هضرة واحدة، تقاليد واحدة، وبلع عليهم بهذه الحدادة، نطلبهم الله يحلوا لهم هذه الناس. احنا خوت والحدود مسدودة، علاش مسدودة الله أعلم. على بالي بليك يا ويو أنا نسيدون بوليتيك أبارامون، على بها تغلقوا الحدود. خاطر بك يعني في وقت بومدين صارت هذيك ضربة تعتين ديو بشعر اللي حبوا يديوها وغلقوا عليها. ما عرفناش المشكل اللي كاين، ولكن المهم حنا كنتمناو تفتح الحدود. السبب الرئيسي نتاعها الصحراء الغربية. ما تبقاوش تجبدوا لنا الصحراء، الصحراء راه قضية المغاربة، ولكن حنا بغيناكم تحلوا الحدود، نمشيو نشوفوا خوتنا. المشكل عند الجزائر ماشي عند المغاربة، من المغاربة مرحبين بهذه المسألة هذه حكومة وشعب. لا لا، حدود المغلقة هما اللي غلقوها، هما غلقوها على روحهم. اللي حصلوا فينا ضربة هذيك لاطونطا تاع مراكش. يعني لا بوزيسيون ديال الجزائر بارابور لابوليزاريو وهذا الشيء، وهذا هو يعني لو بروبليم ماجور، هذا هو البلوكاج ديال اللي خلى هذا الكونفلي هذا ما بين لي دفاعي. استعمار ضروري تيخلي واحد الخلل باش يبقى ديما هاد البلدان اللي قرابين بعضياتهم ما يتوحدوش وما يكونش يدو وحده. كما خلاها بلال والفناير قال لك بلاديه المغرب حلوا لينا بابا، بلاديه الجزائر تربينا في طرافها. كيف ما شفنا اسباب الخلاف متعدده وحتى انها غير واضحه في بعض الاحيان، ولكن بما ان هذا ماشي موضوعنا الاساسي لهذه الحلقه، خلينا نركزوا على الاشياء فقط المشتركه بيناتنا، ومن بينها طبعا الاكل. ايه الاكل ايضا ياخذ حيز كبير من ثقافتين الجزائريه والمغربيه وكل ثقافه اعتقد. واليوم معنا في ذي الحلقه الشيف حنان، جاتنا من المغرب، وايضا معنا اثر اللي جات من الجزائر. حنان، انت اشتغلتي مقبل مع الجزائريين ومع مغاربه بصفتك مغربيه، في الطبخ الجزائري والمغربي واش تشوفي كاين مشترك بيناتهم؟ تقريبا هو الطبخ الجزائري يعني كيتشابه في عدة تهما، عندهم الطاجين بحالنا طاجين زيتون، غير هما كيختلفوا بليزيبيس يعني البهارات. البهارات صح، هما يستعملوا مرات الرب البندوره في المرقه يعني الطاجين، او يستعملوا البابريكا والكراويه. احنا في المرقه ديالنا ما نستعملوش الكراويه نهائيا في المرقه المغربيه. ومش عارف اصلا عندك نفس الرأي، ولكن احنا كل ما اتجهنا غربا نحو المغرب كل ما زاد التشابه مع الأطباق المغربية، كل ما اتجهنا شرقا نحو تونس تتشابه مع تونس أكثر ولا لا؟ نعم. لا هي تقريب نفس الطبخة بينا وبين المغرب، لا ميم شوز، بصح أنا حسيت البهارات اللي تختلفوا، وفي ناس تعملها أكيد مرق أبيض في أحمر يعني حسب كمان المنطقة الموجودة. حتى بالجزائر يعني تلقى هذا العكس. رغم أنكم كتعترفوا يعني بأننا عندنا هذا الشيء مشترك، ولكن كنشوفوا مثلا كثير كاينوا صراع وخلاف على انه شنو اصل هذه الاكله، مثلا الطاجين هل هو مغربي لا هذا جزائري، الكسكس لا هذا مغربي هذا جزائري. شنو رايكم في هذا الخلاف اللي كيصير؟ يعني انا ما بحس في خلاف صراحه، انا بحس على نفس الشيء، يعني نحن والجزائر والمغرب خاوه وتوانسه ثاني خاوه، بس نفس الطبخه يعني تحسيها من تاريخنا من قدم من جدودنا نفس الطبخات يعني ضلينا عليهم، وكيف كيف يعني حسيتهم لا ميم شوز تماما، لانه غريب صراحه كنشوفوا هذا الصراع
وما عنده حتى شي معنى يعني. وحتى على السوشيال ميديا ولقاءات التعليقات في فيسبوك وما الى ذلك ممكن الناس اللي يجهلوا التاريخ المشترك للبلدين الجزائر والمغرب. وحتى ان اغلب الاطباق كيكون عندها اصل امازيغي، وحنا كنعرفوا ان يعني الثقافه الامازيغيه ممتده يعني. مضبوط تمام. احنا اليوم على كل حال انتم قررتوا انكم تطبخوا طبق اللي هو عنده نفس الاسم طاجين زيتون. ايوه ولكن راح يكون كاين اختلافات نظن بين الجزائر والمغرب. طبعا احنا درجه التشابه ودرجه الاختلاف راح نشوفوها في اخر الحلقه. وبما اننا كنا تبعنا يعني المباريات اللي تمت خلال كاس افريقيا، خلينا دابا نمشيو للقاهره باش نتعرفوا على كيفاش شجعوا المشجعين المغاربه والجزائر منتخباتهم. مرحبا بكم، تفضل. جينا نشجع المنتخب الجزائري وكل يعني البلدان العربيه وخاصه المغرب الشقيق. المغرب الشقيق يعني شغل بلادنا ثاني يعني كي نقولوا. احنا جيران، احنا ما كاينش العداوه بيناتنا، الحمد لله جزائريين كان احنا خوت، وتنتمنى باش الحدود تحل ان شاء الله. رانا شفت علم الجزائر علم المغرب، راهم بعد شويه حنا نتمنوا يتقدموا هكذا بزاف باه نوليو بلاد واحد. حنا عندنا خوتنا ثم، عندنا اللي مناسبين مع بعضهم باه يجي يشوف يماه ولا يشوف خالته ولا شنو يخسر مع الباش الطياره شحال يخسر. نشكر الجزائريين تا هما اللي ساندونا في المقابلات الاولى الاولى والثانيه، وحتى حنا ساندناهم في المقابله الثالثه امام تنزانيا. هذا اللي تيبين على الحمد لله احنا اخوه عرب، لا خوه 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 تنقولوا. لازم يتفهموا هذه السلطات، حنا خوه خوه، المغرب والجزائر تفعل بلاد واحد. الجزائر خوه خوه، المغرب جزائر مبروك علينا، هذه البدايه مازال مازال. حنا جينا نديو كوب دخل، ما جينا ندير والو، معليش خسرنا تعبنا. تمرمدنا نغسلوا القاش نطيبوا حنا، بصح نديو كوب دافريكي تنسينا في كل الهموم هذيك. نذكركم الحمد لله جيدين. حنا واش كتبنا هنا؟ الجزائر المغرب خوا. واه برافو برافو، واه برافو برافو خويا برافو. وينضم لنا الان من الجزائر عبر سكايب زكريا حبشي اللي هو صحفي رياضي ولكن ايضا مشجع نهم لكرة القدم. مرحبا بك زكريا. زكريا انت على اهلا بك على السوشيال ميديا وبالضبط على الفيسبوك كنت اعلنت مع بدايه كاس امم افريقيا انك راح تشجع منتخبين لا ثالث لهما الجزائر والمغرب. علاش؟ نعم انا يعني من البدايه يعني شجع من البدايه قلت انه نشجع المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي لانه المنتخب المغربي هو الاقرب للجزائر من حيث اللغه، من حيث الدرجه يعني اللغه العاميه كما يعني اللهجة العامية، من حيث التاريخ، من حيث الروابط التي تجمعنا مع المغرب، يعني كل هذا يجعلنا يعني نشجع المغرب بدون أي شروط، بدون أي يعني بدون أي مجاملة. كل الجزائريين شجعوا المنتخب المغربي رغم أنه كانت كاينة مشاركة تونسية ومشاركة مصرية، إلا أن الجزائر يميل إلى المغرب أكثر مما يميل للمنتخب لتونس. وشفنا هذا الشيء زكريا بالمثل، يعني الجماهير المغربية كانت كتشجع كثير المنتخب الجزائري، فأنت يعني كجزائري توقعتي أنه يكون تشجيع بهذه الدرجة وبهذه الطريقة؟ صراحة أنا كنت يعني طرف من المجموعة اللي أطلقت مبادرة التشجيع المزدوج بين الجزائر والمغرب، حيث تشجع الجماهير الجزائرية المنتخب المغربي داخل المدرجات رفقة الجماهير الجزائرية، والعكس الجماهير الجزائرية تشجع المنتخب المغربي في أثناء مباريات منتخب المغرب، لأنه كل مباريات المنتخب المغربي والجزائري كانت على نفس الملعب. زكريا عندي لك واحد سؤال صراحة من الفضول، أنه كنت تخيل لو أن المنتخب المغربي تأهل معكم في الفينال، فكيف كان يكون رد فعلك او كنتي غتستمر في هذه الروح الرياضيه بعد ما غادي نهزم المنتخب الجزائري بطبيعه الحال؟ لا ولكن السؤال ديالي هو ان في نظرك واش الجماهير المغربيه والجزائريه كانت غادي تحافظ على هذه الروح الرياضيه لو انهم بقاو في الفينال؟ لو يعني بقاو في الفينال كنا رايحين نديروا يعني مبادره اخرى هي التشجيع مع بعض، يعني كل الجماهير راح تكون مع بعض، الجماهير الجزائريه والجماهير المغربيه، وسنصفق للفائز.
بكل صراحة. يعني روح رياضية. طيب زكريا، في التعليقات على المبادرة اللي قمت بها أنك تشجع منتخبين هم الجزائري والمغربي، كان كاين بزاف من التعليقات السلبية اللي قالت وعلاش الجزائري المفروض تشجع الجزائر وعلاش تروح تشجع منتخب آخر ما تشجعش مثلا مصر ولا تونس؟ كيفاش رديت على هذو الناس؟ هي يعني بصراحة هذا يعني هذا العدد قليل جدا، هي قلة قليلة ربما يعني لا تعكس يعني حب الجزائريين للمغرب والعكس أيضا حب المغاربة للجزائريين. يعني كل الجزائريين بنسبة يعني نقدر نقول لك يعني نسبة 95% كانوا كلهم يشجعوا في المنتخب المغربي. أيضا بالنسبة للمغاربة الذين يشجعوا في يعني يشجعوا المنتخب الجزائري، وشفنا فيديوهات في كازابلانكا في طنجة في وجدة على الحدود، يعني كل تلك الصور لم نكن نراها في وقت سابق ربما لغياب وسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي، لهذا لم نكن نرى صور مثل هذه. هذا كانت يعني يعني الإعلام الذي كان يعني ربما لا أقول كل الإعلام لكن هناك حقد ربما من بعض الإعلاميين الذي يزرع ربما الفتنة في بين الشعبين من خلال تعليقات من خلال أمور أخرى، لكن أنا أقول بأنه علاقات الشعب الجزائري مع الشعب المغربي الذي هو شعب واحد هي علاقات أكبر بكثير وأمتن من أن ينال منها أي حاقد يريد أن ربما يزرع الفتنة بين أبناء هذا الشعب الواحد الشعب المغربي والشعب الجزائري. زكريا شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، ونتمنى أن هذه الروح الرياضية اللي ذكرتها أنها تبقى دائما في كأس أمم إفريقيا وفي فرص أخرى إن شاء الله. شكرا لك على المشاركة. شكرا زكريا. أنا غادي نبدا بآخر شيء تكلم عليه زكريا وهي العلاقات المتينة اللي كتربط بين الشعبين، وللأسف غادي نشوف الآن قصة يعني لعائلة كتربطها هاد الأواصر ديال الدم اللغة وإلى غير ذلك، ولكن كيفرقوا بيناتهم زوج بغال؟ خلينا نكتشف. راه بيناتنا غير السلك وما نقدرش نتلاقى مع ولد خالتي. وي ياسين راني انا فاصلك. وي ان شاء الله. امين امين. البير مقطع ما قديش، دوك المسافه قريبه خصنا بزاف الوقت باش نوصلوا لهم. والله يا الحرام حرام السعيد خويا حرام. شو حرام انا نزهه مدينه وجده اللي كتوجد في الحدود بين المغرب والجزائر. انا الابنه ديال واحد الام الله يرحمها جزائريه، هي جزائريه ودايه مغربي، وكانت تجي عندنا وحنا نمشيو عندها. اختي مرضت وكي مرضت صفت صوناونا قالوا لنا خصكم تجيو تشوفوها راها عاطله. ما صبناش القدر، هي ما صبناش القدر، هي كي توفات مشينا، هي كي خلطنا حتى صبناها دفناها ما شفناها ما والو، ما شفناهاش كاع وما تسامحنا معاها ما والو ما شفناهاش. جاو مخطوفين ما حضروش يعني في القوله ديالي صافي تدفنات تما. من شفناهم يعني حسينا بالالم لانهم ما قدروش يشوفوا اختهم لاخر لحظه. كانوا معنا واحد اليومين مساكن ومشاو من داك الساعه ما تشوفنا من 2012. أنا بغي نسافر ونبغي نمشي لعند بنات أختي نشوفهم ونشوف وليداتهم، ومنا باش نمشي منا لوهران ومن وهران نمشي لكازا، ومن كازا نهود لوجدة. ما نقدرش، أنا مريضة عيانة ما نقدرش. هاد الحدود من بلعة زعما صراحة كنحسو براسنا بوحدنا هنايا في المغرب، رغم أنه عندنا العائلة من جهة الأب ولكن عائلة من جهة الأم حاجة واحدة أخرى. سلم على نزهة ووليداتها ولا إكرام وليداتها ولا أسماء وليداتها، كلها تهلاو في رصانكم. نهار اللي نريح راني نجي عندكم إن شاء الله. يبلا راني ماشي. هي برك السلام. We'll be right back.
هذه الحل الوحيد والوسيله الوحيده اللي لقيناها باش نتلاقاو حنا وياهم. عندنا الحداده تدور لنا السياج مش عارف راهم حابين يوصلوا. الله غالب عندنا ما نديرو الحمد لله. وي يا سيدي نور يوسف، انتما شابان يعني ناشطان في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان واشتغلتوا مع بعض في مجموعة من المشاريع يعني ذات صلة بالمجال، فسؤالي هو واش ولا مرة كان يعني تحصيل العلاقات المغربية الجزائرية على طاولة النقاش أو في برنامج بعض المشاريع؟ تقريبا في لقاءاتنا كاع مع الشباب الجزائريين، بالأخص في واحد المشروع كان شباب من أجل التغيير، تنشتغلوا مع شباب في داخل الميدان، يعني شباب اللي تكون عنده افكار ديال التغيير الايجابي في داخل المجتمع ديالو. تريح مع جزائري تريح مع مغربي ما تيبانش لا ديفيرونس، ما كاينش فرق، يعني بالعكس حتى علاقتي معهم، يعني ها المغربي هنا ها الجزائري هنا، تيسولك اسئله تجاوبوا ببساطه، عمرنا فكرنا للمشكل الحدود او المشكل ديال فوالا خوخوه. ولكن غلق الحدود الان اصبح امر واقع، انتم كشباب كيفاش تتعاملوا مع هذا الواقع؟ هل مثلا في الجزائر يمنعك انه الحدود مغلقه انك تروح للمغرب؟ هل هذا يشجعك اكثر انك تروح لتونس لانه حدود مفتوحه؟ هل نفس الشيء في المغرب؟ هل لانه الحدود مغلقه ربما تتراجع اكثر فكره انك تروح للجزائر؟ كيف يأثر عليكم هذا الامر؟ وبالفعل مشكل الحدود المغلقه يعني تاثر على التنقل ما بين البلدين، لكن لو نشوف يعني الملاحظ انه فيه كثير من الزيارات المتبادله للعائلات، نشوف انه فان حتى موسم سياحي كثير من الجزائريين يتنقلوا اغلب مدن المغربيه من اجل قضاء الفترات الصيفيه والتعرف على اماكن الجميله في المغرب. هذا الشيء يعني نقص، لكن احنا نتمنى نشوفه من الجانب يعني الاستشرافي يعني في المستقبل، نتمنى ان شاء الله تكون يعني التفاهم بحوار والتفاهم يعني من اجل فتح الحدود ومن اجل يعني التقارب ما بين الدولتين، لانه الشعب هو شعب واحد ويعني التقارب تقارب كبير والاختلاف غير موجود اصلا. كيف قال ابراهيم يعني انه المشكل السياسي ما يمكنش نتجاهله، فاكيد انه كره القدم الاكل اي شيء يعني انه مشترك، وحنا اكيد ما عندناش مشكل بين الشعبين. وشنو في نظركم الحل وكيفاش ممكن يبدا انه الحل اننا نتجاوزوا هذا الخلاف؟ صراحه الموضوعي انا تيبان لي كما قلتوا الامر واقع هو انه ممكنين حدود، يعني مشكل ما بين القوى السياسيه ما بين الدولتين، ولكن ما بين المواطنين او الشعب المغربي والشعب الجزائري انا كل يقين ومؤمن انه ما كاينش مشاكل، والحل غيكون في ايدنا بزوج بطبيعه الحال. انا احنا باش في ايدنا بزوج واش ممكن فعليا انه الشباب في الجزائر او في المغرب شو هما الحلول اللي ممكن يقوموا بها والمبادرات اللي ممكن يقوموا بها، وهل هما مطالبين اصلا انهم هما اللي يلقاو الحل؟ يعني بطبيعه الحال انا بالنسبه لي عندي جو سوي تري اوبتيميست، انا متفائل، انا من هنا ان شاء الله او ماكسيموم واحد 5 لان تنشوفوا فريمون كاين واحد التغيير جذري لا في العلاقات ما بين البلدين بزوج، وحتى الرؤيه ديالتهم من هنا لواحد 50 ولا 10 سنين كاقصى مدى انها تكون حل وتفتح الحدود، لان كاين على ما اظن كاين مطالبات ما بين الجانبين، حتى ماشي اونيفو ديال المواطنين ولا المجتمع المدني، حتى اونيفو ديال القوى السياسيه. حنا كشباب تقريبا بدات بعض الجمعيات ديال المجتمع المدني تلقى في الحلول، ما بين الحلول انه يكونوا مثلا لقاءات ديال شباب مغاربي ماشي محصوره ما بين المغرب والجزائر. كان لقاء في اصيله كان غير مؤخرا كانوا فيه شباب عربي بصفه عامه، دونك تيجي جزائري تيحضر المغرب، ملي تيكون معك تتعرف فريمون كيفاش هاد السيده تفكر. دونك واخا نحيدوا حنا اللي باغي نقدر نقولوا مثلا ان كاين واحد الفئه معينه عارفه فعلا ان كان عندها تناقح ما بينه وما بين الشباب الجزائري، ولكن ملي تنفتحوا هذا الباب تكون مخيمات، تقدر يكون مثلا يعني المخيمات اللي تكون في الصيف تيكون واحد ان اسباس ديشونج، الناس يجيو تنعرف فريمون هاد السيده كيفاش مساحه للتبادل، مساحه للتبادل. انا صراحه خلاني نور كنت سائل على واحد النقطه ملي تكلم على مثلا هناك دول اوروبيه اللي قدوا يتجاوزوا هاد المشاكل في حين اننا حنا ما قدرناش نتجاوزوها، فكنت سائل لماذا علاش حنا كعرب او يعني كامازيغ ما قدرناش اننا نتجاوزوا المشكل اللي بغيتي تقول لك الفو باغ كومباري لانكومبارابل، باش نقدر نقارن خص يكونوا بجوج قابله للمقارنه. هضرتي على المانيا وبريطانيا ولا علاقه المانيا وفرنسا في الحرب العالميه الثانيه، ودابا انهم تتوحدهم عمله واحده وتعمل اقتصاد واحد، دول ديمقراطيه انهم بداوا اصلا من فكره الاتحاد اقتصاديا. واش فينا مثلا ممكن بداوا بنفس الشيء يعني ممكن شفتكم عندكم 4 ساعه تحبوا في بعضكم رومانسيه قلت على تونس تكلمت على تونس سمعت كلمه تونس ما حبيت هذيك حلقه اخرى ديال المغرب الكبير نهضروا فيها على تونس نحب نختبركم قداش تعرفوا
على بعضكم، على لهجة بعضكم، على الكلمات المغاربة والجزائرية. حابكم تقلبوا الجزائرية يجيوا من هنا والمغاربة يمشيوا من هنا. بدلوا يوسف. أوكي. وعندنا ناس مش يدخلوا معنا. يلا. نجيبوا الأصدقاء. يلا تبعك ما تنساش. جزائريين من هنا والمغاربة من هنا. كي نضموا لنا المغاربة يبقوا معنا هنا والجزائريين. شفت ما عندناش مشجعين احنا. شفت كيفا؟ شو دوماج. كلهم جاوا مغاربة؟ دوماج. أوكي. ما عادش الجار الجزائري في فينال. القوة في يلا اللعبة سهلة برشا. شوف ركزوا معايا، مش نقول لكم كلمة بالمغربي سارة مش تحطها في جملة ولازمكم تعرفوا شنو معناها، والعكس نفس الشيء، كلمة بالجزائري إبراهيم يحطها في جملة ولازم نطلعوا شنو معناها. سهل، كل واحد نعطيه شوية وقت يفكر ومن بعد جاوبوني، وما حاولوا ما تطولوش برشا على خاطر ريحة الطاجين وجات نحن. أوكي نبدأ مع إبراهيم. كلمة الجزائرية هي كلمة طويلة برشا معقدة. قن استعملها في جملة. البارح حكمت قن. حكمت قن؟ القن هي القنية. قنية. قنية هي الأرنب. كأنك من الجنوب. أنا سافرت بزاف. على فكرة فاجأني. يلا اللي بعدها اللي بعدها كلمة من عند سارة أو من عند المغرب. ترومبية. حطها في جملة. لعبت بالترومبية. ترومبية ما عندي. ترومبيت. ترومبت نجي معكم انا بس كنا نسينا لازم تساعدنا جميع الحاضرين هنايا. فيك اسرار حتى ترومبيه 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 ترومبيه. انا جو كرو لا ترومبت. ترومبت لا لا لعبت ترومبيه. باقي الزربوع. زربوط. زربوط صح. شنو هي الزربوط؟ الزربوط زربوط. لازم تجي معنا. الكلمه اللي بعدها عندكم انتم. بليغه. استعملها في جمله. البارح قايس واحد ببليغه. ضرب واحد ببليغه. بليغه. لا لا اسهل كلمه. ماشي واحد السيد احنا اللي واعرين. سارة كلمة من عند سارة. تقولبت. تقولبت. تم خداعي. تم خداعي. تم خداعي في هذه اللحظة أنني اختاريت هذه الكلمة. وآخر كلمة من عند إبراهيم لكم هي الغدي. لحظة أنت ما عرفتش. الغدي كينية. الغدي كينية. الغدي كينية. ركبها في جملة. غدي كينية. ما تركبهاش في جملة سهلة تولي واضحة. كلمة جملة. جملة. غادي كينية. غادي إلى السنغال. إبراهيم. شفت واحد الغادي كينية. طيب طيبته في المركز شوية. غادي كينية. بحال تما كينية شي حاجة. لا لا غادي كينية شي واحد يكون. علنية غادي كينية. فوالا غلطوا. لا لا لا. علنية. غادي علنيته. غادي كينية. لا خسر. غادي كينية يكون شي واحد. غادي كيف ما هكا. حيت كيقولوا. لا. كيم. غادي كينية شي واحد متصلب. لا ما نقدرش نعرف واش كنت متاكد كلمه ماشي جمله. ابراهيم ابراهيم الغادي كاين معناتها هنالك. كاين الغادي والغادي كينيه. كلموها وغلطوا. غادي لهي اخر كلمه من عند من عند ساره. اخر كلمه هي مسمقل. مسمقل. انا راسم مخلوق. ما انا عندكم جمله انه يعني يوسف مسمقل. يوسف مسمقل. يوسف مسمقل. لا لا شوف صايب مش تعرفها ساره. انا مسمقل دابا. شنو هذه؟ مسمقل. راسه يعني مسكر يعني راسه ما مش بعيد. قربت قربت طرنن. عطاهم عطاهم مرادفات. تمصوني. تمصوني. فوالا تمصوني. شوية شوية. مسمقل. تقريبا كلكم عرفتوا الكلمات يعطيكم الصحة برافو حبوا بعضكم. خلينا نشوف الأريج. أريج شو صاير عندك؟ جات على فكرة. والله في مزيج من التوابل والصلصات والمي والزيتون والدجاج. كله عم بينطبخ هون. لين عمل طاجين زيتون. الفرق كل واحدة لون. كل واحدة لون وكل واحدة ريحة. إيه الفرق واضح هذا كم بين المغرب والجزائر. يعني في فرق طلع. شيف أسرار تحكي لنا سريعا عن شو التتبيلة اللي استعملتيها بطاجين طاجين زيتون الجزائري. الجزائري. حطيت فيه أول شيء بحمص الدجاج يتقلى يعني. حطيت البصل. حطيت الثوم. حطيت راس الحانوت هو البهار هذا المعروف فيه 21 بهار. هذا هو السر. مزبوط. وحطيت فلفل الأسود والجاج أكيد. والجزر كمان من الرئيسيات. آخر شيء بعد ما تكون سلقت الزيتون كذا سلقة مشان الزيتون هو بيكون مرقد فيه ملح بيرجع بنسقطه آخر شيء. وهالطبخة يعني إجمالا ما نحط فيها كتير ملح بس
نجرب يشتغل شغله يعني. إذا السر هو رأس الحانوت، ما فينا نشتري منه هون، لازم نوصي إبراهيم عليه من الجزائر. خلص عندك كياس كيلو رأس حانوت. شايف حنان هون بقى الوصفة المغربية، لونها أصفر، فيها بطاطا. هنا درنا طاجن بطاطا بالزيتون. التتبيلة كانت المعدنوس، قزبر، زنجبيل، الخرقوم، ملحة، البزار، ثومة، يعني بهار أسود. هلأ الطاجين هي استخدام هي الكلمة كمان كتير متنوع، يعني في ناس بيقولوا طاجين هي الأكلة، في ناس الطاجين هو الإناء، حسب بلبنان الطاجين شيء مختلف تماما، يعني هيك أكلة سمك الحوت يمكن حوت وطحينة ما بعرف حسيت كيف. هيك ناقصين ثراء يعني. فالطاجين بالجزائر شو تحديدا؟ الطاجين نحن في كذا، مش إجمالا يكون هو الطاجين، إجمالا هي الطبخة اسمها طاجين، في طاجين زيتون، دجاج، في كذا طبخة. أوكي، وبالمغرب الطاجين؟ الطاجين هو عبارة عن الإناء. فخار الإناء اللي كتجيب حلاكة مطجنة، كيبقى الهواء ديالها لداخل، لك طيب لك هذا. مين الأصل طيب؟ هو بربري الطاجين. أنا زيغية أريج. بس هو المفروض هو صراحة بينطبخ على الفخار. سيف جاهز؟ عندي ربع ساعة جاهز أنا. شيف أسرار وشيف حنان شكرا كثير لكم، نحن متشوقين هلا ندوق. ومشاهدينا نشوفكم احنا في حلقة قادمة. باي باي. جاو باي باي. جاو يلا على خير. نبدأ ندوق.